بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله مكملين في المحاضرة الثانية فيما يخص الـ Development of Reinforcement. شرحنا المرة اللي فاتت الجزء اللي يخص الـ Development للـ Straight Bars, Straight Deformed Bars. تمام؟ فبالتالي هنبدأ إن شاء الله نكمل أنواع الـ LD اللي بعد كده طبقا للكود الأمريكي برضو. هنتكلم في النوع الستاندرد هوك. الستاندرد هوكد ديفلوبد لينث ده عباره عن زي ما شرحنا او ادينا نبذه المره اللي فاتت ان احنا ممكن نعمل هوك للسيخ وده بيقلل من الديفلوبد لينث او الانكرج لينث. وسبب كده هنلاقي زي ما احنا شايفين كده السيخ لما بيكون معمول له هوك. طبعا لما اقول كلمه ستاندرد هوك معناها اللي اتقال في المحاضره اللي فاتت في الاول ان في اشتراطات عشان اقدر اقول على ده ستاندرد هوك سواء 90 ديجريز او 180 ديجريز. فما ينفعش ان انا اعمل اي هوك باي انسايد بيندنج دايمتر باي ال اكسترنال واروح قايل عليها ده ستاندرد، لازم احقق اشتراطات الكود. فاحنا كل اللي احنا هنشرحه فيما يخص الهوك ده هيكون لازم يكون ستاندرد هوك. تمام؟ فدلوقتي انا لو عندي ستاندرد هوك تمام سواء كان 90 ديجريز او 180 ديجريز، هنفترض ان الجزء من الهوك اللي مرسوم قدامنا ده هو ده الجزء الامبيدد جوه الخرسانه، وانا طبعا بعرض السيخ ده للكود تنشن. بيحصل فيه بيرنج ستريسز تمام نتيجه البندنج اللي حصل للسيخ. البيرنج ستريسز دي بتزود من تماسك السيخ مع الخرسانه، فبالتالي بتقلل من طول الانكرج لينث. تمام؟ فعشان كده بيطلع الانكرج لينث طوله اقل في حاله الهوكد بارز. خلاص؟ فالكود الامريكي قال ايه في النوع ده؟ قال ان انا بحسب بالال دي اتش. تمام؟ الاتش طبعا عشان كلمه هوك. فالال دي اتش دي للديفورمد بارز انتنشن تمام؟ ان ستاندرد هوك شال بي ذا جريتر اوف اي ثرو سي اي او بي او سي. فهو الكود زي ما شفنا برضو المره اللي فاتت بيدي لك شويه معاملات تمام. فا اف يلد ابساي اي ار نود سي اربع معاملات مقسوم على 23 لامدا جذر اف سي داش كل ده مضروب في الدي اوف دايمتر اوف بار اللي هي الدي بي اس 1.5. كلام جميل. والحاجه الثانيه 8 اضعاف قطر السيخ او 150 ملي. دلوقتي طبعا زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت هيقول لك المعاملات روح الجدول الفلاني، فهو ده الجدول بتاع المعاملات. عايز بس اقول ملحوظه، في كل قانون او في كل معادله هتلاقي جدول الموديفيكيشن فاكتورز بتاعها مختص بيها، يعني ما ينفعش تاخد الموديفيكيشن فاكتورز اللي استخدمناها المره اللي فاتت. تمام. فهلاقي هنا انا عندي اللمضه احنا عارفينها اللي هي اللايت ويت كونكريت هاخدها ب 75% ولو نورمال ويت هاخدها بواحد. طيب الابساي اي اللي هي طبعا الايبوكسي هنا 1.2 او 1. هنا في حاله الهوكد ما عنديش الا حاله واحده بس للايبوكسي. اي يبقى لو دخل ايبوكسي في الموضوع ما عنديش الا 1.2. كان الحاله اللي فاتت كنا بنقول 1.5 او 1.2 على حسب المسافه ما بين الاسياخ والكفر، لكن هنا ما فيش، هي بس حاله ايبوكسي 1.2 ما فيش ايبوكسي يبقى 1. بعد كده الابساي ار ده الكونفايننج رينفورسمنت كوفيشنت، فطبعا انا عندي بيكون بواحد او 1.6. تمام. طيب عايزين نفهم ايه قصه الكونفايننج رينفورسمنت ده. فهو بيقول لك ايه لو كان السيخ 36 مللي او اقل. تمام. اذا لو السيخ اللي عندي ده اكبر من 36 مللي على طول هاخدها 1.6. طيب لو كان 36 مللي او اقل واتحقق احد الشرطين دول ده او ده، في الحاله دي هاخدها بواحد. يعني الكود بيتيح لي ان انا اقلل ال LED لو اتحقق عندي احد الشرطين دول. تمام؟ حلو قوي. ما اتحققش، طبعا هم يعتبروا ثلاث شروط، شرط يخص القطر والشرط ده والشرط ده. ما اتحققش الشروط دي لازم 36 ده يتحقق اساسي، واحد من الاثنين دول معاه. وبناء عليه تختار واحد، او ما كانش كده تختار ايه الاذر كيسز اللي هي بتبقى 1.6. طب احنا عايزين نفهم ايه الكيس دي والكيس دي. الاول هقول الاس اكبر من او يساوي 6 دي بي. الاس اللي هي السبيسنج اللي هي بتوين بارز اللي هي الهوكد بارز نفسها، انا عندي اسياخ هوكد وانا عندي المسافه ما بين الاسياخ دي
اللي هي من السنتر للسنتر السبيسنج هلاقيها تحت مكتوبه اس از مينيمم سنتر تو سنتر سبيسنج اوف فوق دي بارز، تمام؟ لا بتكون اكبر من او تساوي 6 دي بي. لو كانت الاس اكبر من او تساوي 6 دي بي يبقى ده الشرط ايه اتحقق. اذا في الحاله دي اذا اتحقق الشرط ده انا اقدر اخدها بايه؟ بواحد. طيب ايه الشرط الثاني؟ اي تي اتش اكبر من او يساوي 4 من 10 اي اتش اس. عايزين نعرف ايه قصه اي تي اتش واي اتش اس. اول حاجه الاي اتش اس، ايه هي الاي اتش اس؟ الاي اتش اس هي التوتال كروس سكشنال اريا اوف هوكد اور هيدد بارز، يعني طبعا الهوكد اللي احنا بندرسها دلوقتي والهيدد اللي هندرسها المره اللي جايه. Total cross sectional area of hooked bars being developed in a critical section. يعني لو انا شغال على سيكشن وبحسب ال LD عندي كام hooked bar، هجمع ال cross sectional area بتاع البارز، تمام؟ هو ده ال AHS. طيب ال ATH ايه هو؟ طيب تعالوا نقرا مع بعض البند ده من الكود. Total cross sectional area of ties or stirrups confining hooked bars ATH shall consists of A or B. ال A ties or stirrups that enclose the hook and satisfy 2532، تمام؟ مبدئيا هو هنا بيقول A or B، يعني واحد منهم يتحقق. طبعا هو بيقول لك لو كان في كانات بتحيط بالهوك، تمام؟ وبتنطبق هذه الكانات على البند 2532. ففي الحاله دي يعني من الاخر الهوكد بارز عباره عن كونفايند بارز، تمام؟ ففي الحاله دي انا اقدر اجيب الاي تي اتش، والاي تي اتش هنا هتكون مجموع مساحات مقاطع الاسياخ بتاعت الكانت دي. طيب الكيس الثانيه ان انا يكون عندي كانات other reinforcement enclosing the hook that extends at least 0.75 ال دي اتش، تمام؟ يعني كانات بتحيط او حديد عموما بيحيط بالهوك ويكون على طول امتداد 75% من ال LDH اللي هو الايه؟ ال developed length بتاع الهوك. From the enclosed hook in the direction of the bar intention and is in accordance with one or two اللي هو واحد واثنين اللي جايين دول. For members with confining reinforcements that is both parallel and perpendicular of LDH it was permitted to use value ATH based on one or two the result in the lower value of LDH. هنشرح الكلام ده كله دلوقتي. أول حاجة عايزين نفهم ايه واحد واثنين؟ هو دلوقتي اللي احنا فهمناه ان احنا ان بيقول لك في حديد بيعمل ايه؟ احاطه، تمام؟ فالحاله واحد اللي هي الحاله اللي قدامنا دي بيقول لك ان انا مثلا عندي الهوك، طبعا هو رسم لي هنا الهوك اللي هو 90 ديجريز و180 ديجريز، هم دول الستاندرد هوكس اللي شرحناهم في المحاضره اللي فاتت. فهو رسم الاثنين مع بعض على اساس يقول لك ان الحاله دي تنطبق ايه؟ سواء كان ده او ده. ففي عندي اسياخ موازيه لل ال دي، يعني موازيه للجزء اللي هو احنا طبعا ال ال دي اتش بتاعت الهوك اللي هي منين؟ اللي هي من اول الكوربه بتاعت الهوك وانت ماشي في اتجاه الايه؟ السكشن الناحيه دي، تمام؟ فده اسمه ال دي اتش، ال دي اتش. فالموازي لل دي اتش الكانات لو موازيه لل دي اتش وعلى طول 75% من ال دي اتش والمينيمم ديستانس سوري الماكسيمم ديستانس ما بين هذه الاسياخ 8 اضعاف قطر السيخ اللي هو ده لا تزيد يعني، وتوزيع الاسياخ 15 ضعف للسيخ الهوكت، في الحاله دي بيكون الشرط الاول اتحقق. في الحاله دي انا ممكن استخدم الاي تي اتش. طيب ايه هي الاي تي اتش؟ مساحه مقطع السيخ بتاع الكنه دي مضروب في عدد الكنات. طيب تمام كلام جميل. طيب رقم اثنين، رقم اثنين المره دي الكنات هنا كانت موازيه للال دي، هنا عموديه على الال دي، برضو على مسافه امتداد 75% للال دي اتش، وبرضو مسافه لا تزيد عن 8 اضعاف قطر الهوكد بار. في الحاله دي مجموع مساحاتهم يديني الايه؟ ال تي اتش. خلاص؟ طيب ال اي تي اتش زي ما قلنا اللي هي مجموع مساحات مقاطعهم. طيب في حته هنا كنا قلنا هنرجع لها تاني اللي هي بيقول ايه؟ For members with confining reinforcements that in both parallel and perpendicular. يعني لو عندي الكائنات دي موجوده في الاتجاهين، يعني انا عندي كائنات او عندي حديد بيحيط بالهوك بارز في اتجاهين مع بعض. It shall be permitted to use the value of ATH based on one or two. That results in the lower value of LDH. يعني لو الحالة دي والحالة دي اتطبقوا مع بعض، في الحالة دي أنت هتحسب الـ ATH من الحالتين، واللي هتطلع لك LD أقل ممكن تاخدها.
يعني الكود بيقول لك ايه اللي هيطلع لك LED اقل منهم ممكن تاخدها، باعتبار ان انت عندك confinement في الاتجاه. تمام. طيب يبقى نرجع تاني للبند اللي هو بتاع الموديفيكيشن فاكتور. دلوقتي ال ATH اكبر من او يساوي 4 من 10 AHS، يعني جمعت مجموع مساحات مقاطع الكائنات اللي هي او الحديد اللي هو اللي عامل كونفاينمنت للهوك، واشوف اقارنه بمساحه مقاطع مجموع مساحات مقاطع الهوك دي بارز نفسها في الكريتيكال سيكشن. يعني انا عندي هوك بارز، هوك دي بارز، وعندي كائنات بتحيط بيها، بجيب مساحتهم الاثنين. لو كانت مساحه الكائنات اكبر من او تساوي 40% من مجموع مساحات مقاطع الهوك دي بارز، في الحاله دي بيكون عندي الشرط اتحقق، فبيكون شرط اتحقق. يبقى لو ده او ده اتحقق لسياق 36 او اقل، في الحاله دي هاخدها بواحد، ما دون ذلك باخدها بواحد 6 من 10. طب الاحظ حاجه بس للعلم، يعني انا دلوقتي وانا لسه ما حسبتش اصلا ال دي اتش، طب انا هعرف منين اذا كانت ال تي اتش دي متحققه ولا لا اذا كنت انا لسه اصلا ما حسبش ال دي اتش؟ انت مثلا لو عندك كونفاينمنت اعتبرها مثلا ايه بواحد، وبعد لما تطلع قيمه ال ال دي اتاكد من الكائنات دي انها بتتوزع في ال ال دي اتش بعد ما تحسب ال ال دي. طب لو بعد ما حسبت ال ال دي على الحسبه دي طلعت الكائنات دي متوزعه في اقل من 7 من 10 ال دي اتش، في الحاله دي هتضطر ساعتك توقف وترجع تاني تحسب ال ال دي مره تانيه على الشرط ده اللي هو تضرب الابساي ار تستخدمها 1.6 من 10. تمام، مش هتستخدمها بواحد. طيب هي طبعا ايه تحسها الموضوع ممكن الناس اللي حسيته صعب شويه، بس هو ان شاء الله بسيط جدا. شرط الاس او شرط الاي تي اتش. لو انت شفت بقى الكود 2011 هتعرف ان الكود ده اسهل بكتير منه، وهنقول ان شاء الله في المقارنه ما بين الاكواد. بعد كده الابساي نود بيقول لي ان انا عندي الابساي نود ده بواحد في حاله الكيسز دي، تمام، او بواحد وربع في الاذر كيسز. طيب عايز اعرف ايه الكيسز دي، برضو بيقول لي للسيخ 36 او اقل. تمام، في حالتين، لو واحده اتحققت منهم اخدها بواحد، لو ما اتحققش ولا واحده منهم اخدها بواحد وربع. طب ايه الحالتين؟ بيقول لي termination inside column core with side cover normal to plane of hook اكبر من او يساوي 65 مللي. يعني انا عندي ده الهوك بيحصل له ترمينيشن جوه الكور بتاع عمود. طبعا الكور اللي هو الافكتيف اريا بتاعت العمود، يعني بقى مش في الكفر، يعني مثلا كيف الايه في الانسايد كلام كور، والكفر اصلا في العمود ده اكبر من او يساوي 65 مللي. تمام، ده شرط. طبعا الشرط بتاع الكفر، الكفر يكون نورمال تو بلان اوف هوك، مش لحد الاسياخ الرأسية بتاعت العمود. يعني زي ما باين في الصورة كده، من اول وش الهوك اللي هو ظاهر باللون الاخضر لحد الالياف الخارجية للقطاع المفروض يكون اكبر من او يساوي 65 مللي، لان ممكن الهوك يكون معمول له ترمينيشن جوه هنا. تمام، في الحالة دي اقدر اعتبر البند الاولاني ده متحقق. طيب البند الثاني بيقول والسايد كفر نورمال تو بلين اوف هوك، يعني ايه؟ يعني لو عندي الهوك له سايد كفر، له سايد كفر، تمام، وداخل في اي عنصر من العناصر مش شرط عمود. يعني هنا الكود بيشترط في البند الاول ده عمود، لا هنا اي قطاع مش شرط العمود، وكان السايد كفر بتاع الهوك اكبر من او يساوي 6 اضعاف قطر السيخ بتاع الهوك اللي هو السيخ الاخضر، في الحاله دي ايه؟ يبقى اوكي. تعالوا هنا ايه الشرح بتاع الجزء الثاني ده. هنقول demonstrating that اللي هو الابساي نوت بيقول demonstrating that the development length of hooked bar anchored within a column core with side cover less than 65 mm or in other members with side cover other members، يعني مش شرط يكون عمود، يعني less than 6 dB needs to be 25% longer than in similar member with larger cover. يعني لو ما تحققش الشرط ده او الشرط ده، طبعا انا هنا راسم ان هو داخل في عمود بس مش شرط ان هو يكون عمود، لو ما تحققش الشرط احد الشرطين دول في الحاله دي تاخدها بايه؟ واحد وربع. تمام، وعلى فكره انت لو خدت اصلا قيم اكبر الهوك ده اصلا بارز بيكون الانكرج اللينث بتاعهم اقل من الايه من الستريت بار. طيب فاضل لي ايه بعد كده؟ فاضل لي الابساي سي. هنا الابساي سي اللي هي بتتعلق بالجريد بتاع الكونكريت،
لو كانت الجريد اصغر من 42 ميجا باسكال، في الحاله دي باخد الاف ساي سي بتساوي الاف سي داش الفعليه بتاعتي مقسومه على 105 زائد 6 من 10، طبعا الوحدات بالميجا باسكال، نيوتن على المليمتر المربع، تمام. ولو كانت اكبر من او يساوي 42 ميجا باسكال، في الحاله دي باخد الايه الاف ساي قيمتها بواحد، تمام. خلاص كده بالنسبه لي الايه القانون اتفهم، كل المعاملات اتشرحت، يبقى كده ايه اقدر ايه اعمل. بس في حاجه بس عايز اقولها، في شرط بيشترطه الكود الامريكي فيما يخص الهوكت بارز، بيقول لك ايه الشرط ده: for bars being developed by a standard hook at discontinuous ends of members with both side cover and top or bottom cover to hook less than 65 mm, A and B shall be satisfied. طيب هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي لو انا عندي discontinuous end، يعني عندي نهايه غير مستمره، تمام، وفيها هوكد بار، فهو بيقول لي ايه؟ لو كان الهوكد بار ده لو كفر، سواء الكفر من الجنب هنا او من فوق، وطبعا ممكن يكون الهوكد بار ده حديد سفلي، فبيكون برضه الكفر الجانبي او الكفر السفلي، يعني كفر الهوكد بار من ناحيه السيخ اللي هو موازي ال دي اتش ده، او من ناحيه الهوك نفسه، تكون اقل من 65 مللي، تمام. اذا كان الكفر اقل من 65 مللي والنهايه غير مستمره زي ما احنا شايفين كده هنا، ده الهوك جاي عند discontinuous end. في الحاله دي لازم الشرطين دول يتحققوا، لازم الاثنين يتحققوا. اول حاجه لازم الهوك ده يكون enclosed along LDH within ties or stirrups perpendicular to LDH at S اصغر من او يساوي 3 dB. يعني بيقول لك لازم تحزم المنطقه دي بكنات على طول ال LDH، السبيسنج ما بين الكنات دي اقل من او تساوي 3 اضعاف قطر السيخ نفسه اللي هو لونه ايه اورنج ده، اللي هو الهوكد بار. الشرط الثاني: the first tie or stirrup shall enclose the bend portion of the hook within 2 dB of the outside of the bend where dB is the nominal diameter of hooked bar. يعني بيقول لك ان المفروض ان الكانه دي تكون تبعد مسافه، المسافه دي تكون اقل من او تساوي 2 dB، طبعا الدي بي اللي هو ايه زي ما احنا شايفين هنا اللي هو قطر السيخ نفسه الوقت ده. شرط لازم تحققه، يعني ملوش علاقه بحساب ال دي، تمام. طيب احنا بقى عايزين ناخد مثال على الايه، على الكلام ده. طبعا في الكورس ده انا هحاول اخد مثال على الحاجات الكتير اللي بتتكرر او اللي بنستخدمها كتير، اما الحاجات اللي مش كتير بنقابلها او ما بنكررهاش كتير ممكن ما ناخدش فيها امثله، تمام. هاخد نفس المثال بتاعي اللي انا شرحت عليه المره اللي فاتت، بس المره دي هشرح المشكله، هحل المشكله اللي قابلتني المره اللي فاتت على الهوكد بار. افكركم كنا حسبنا ال ال دي للستريت بار، فطلع ال ال دي طوله 2 متر وشويه، طبعا لو انا اشتغلت بالمعادله المبسطه، تمام. انا قلت لكم انت ممكن تشتغل بطريقه من ثلاثه، سواء كانت المعادله المبسطه او تستخدم المعادله الكبيره مع الكي تي ار بزيرو او باستخدام بحساب الكي تي ار. فطبعا طلع ال دي هنا قيمه كبيره، تمام، فاوكي من الناحيه دي، لكن المشكله ان ايه من نقطه الماكسيمم مومنت او نقطه اليلد، يعني لازم يكون عندي ال دي كبيره برده في الناحيه الثانيه زي ما كان ايه موجود هنا في المثال. فانا دلوقتي عشان ال دي هنا ما اتحققتش، لان ال دي كانت طلعت 2 متر 20 وبروز الكانتيليفر متر ونص، فانا هنا قلنا ان انا ممكن احل الموضوع ده ان انا اقلل قطر السيخ او ان انا احسب ال دي للهوكد بار. طب انا حسبت ال دي للهوكد بار، فقدامي ايه احد حلين: ان انا اخلي ال دي هي هنا هوكت، وكمان ال دي هنا هوكت، او اخلي دي ال دي هنا على الستريت بار زي ما هي، لان انا عندي هنا اقدر اعمل الكونتينيوتي للبار ده ب 2 متر 20 مفيش مشكله، واخلي الناحيه دي هوكت بار تحل لي المشكله اللي قابلتني في الايه في المثال اللي فات. فانا اتعمدت اجيب نفس المثال عشان خاطر احنا تقريبا عارفين المثال وفاهمينه، فما ياخدش مننا وقت، وفي نفس الوقت نحل المشكله اللي قابلتنا المره اللي فاتت لو انا مش عاوز اغير قطر السيخ. اول حاجه سوري ادي القانون قدامنا اهو. انا عاوز الابساي اي، طبعا ده اللي هو الايبوكسي ان كوتد، فهاخدها بواحد. الابساي نوت تعالوا بقى نشوف ايه قصه الابساي نوت، هي اللي هي اللي فاتت دي. انا عندي الابساي نوت زي ما قلنا كانت لو معموله ترمينيشن انسايد كلام، طبعا انا عندي هنا مش معموله ترمينيشن انسايد كلام، تمام، او السايد كفر بتاعه اكبر من او يساوي 6 دي بي، تمام. طبعا لو تفتكروا في المثال اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت ده ما كانش الكفر
اكبر من او يساوي 6 دي بي، الكفر كان اقل من 6 اضعاف قطر السيخ، تمام. فبالتالي الكفر لو كان تقريبا كنا حسبناه تقريبا 40 مللي على ما اعتقد، ففي الحاله دي طبعا انا بتكلم على الكفر الجانبي، طبعا هنقول 40 مللي زائد 12 يعني 52 مللي، لو احنا حسبنا 6 دي بي 6 في 25 يعني بتتكلم في حوالي 150 مللي، فطبعا ايه انت اقل من 6 دي بي، اذا الشرطين الاثنين ما اتحققوش، فبالتالي هاخد الابساين نود بواحد وربع، تمام، اللي هو ده الابساين نود في الحاله دي بتتاخد واحد وربع. بعد كده هروح للمثال بتاعي تاني وهقول له الابساي سي، احنا قلنا لو كانت الاف ييلد اقل من 42، طبعا 42 ده رقم كبير برضو، فهنا انا عندي كانت الاف ييلد بتاعتي كانت بتقريبا ب 420 على ما اتذكر، تمام، او كانت ب 420، خلينا نفتكر مع بعض اف ييلد تي، الاف ييلد بتاعت الحديد كانت اللهم صل على سيدنا محمد 420 اهي موجوده، خلاص. يبقى انا دلوقتي عندي اقل من 200 من 42 ولا 4 ولا كانت كام، اللهم صل على سيدنا محمد، اقل من 42، تمام، الاف سي داش مش الاف ييلد، انا اسف سوري، خلاص. فانا عندي الاف ييلد هنا بالاف سي داش ب 25 اقل من 42، فبالتالي هقدر اقول ايه، ان انا عندي المعادله اللي هي اف سي داش على 105 زائد 6 من 10 يعني 25 مللي 25 ميجا باسكال على 105 زائد 6 من 10 دي 84 من 100، ده الابساي سي. يبقى ده المعامل بتاع الابساي سي، هاخده بالقيمه دي. الابساي ار، تمام، الابساي ار المعامل ده اللي هو كان بيعتمد على الشرط ده، خلاص. اول حاجه السبيسنج ما بين الهوك، لو قلنا ان هي اكبر من 6 اكبر من او يساوي 6 دي بي، طيب انا عندي السبيسنج ما بين الهوك كانت كام لو نفتكر في المثال اللي فات، اولا 6 دي بي يعني انا بتكلم في 150 مللي، انا عندي السبيسنج هنا ما كانتش 160 مللي، فبالتالي ما اقدرش اطبق الشرط، تمام. الشرط الثاني بتاع الاي تي اتش، تمام، انا دلوقتي زي ما احنا قلنا انا ما خلينا نفترض ان انا ما اعرفش دلوقتي القيمه بتاعت ال ال دي، فما اعرفش هل الكنات بتتوزع في المكان ده ولا لا، تمام. ففي الحاله دي هروح فارض ان القيمه ب 1.6 من 10 مبدئيا، تمام، او انا عندي اصلا في المثال في كنات في منطقه الكانتليفر، تمام، والكنات بتغطي مسافه بطول الكانتليفر، تمام. لو افترضنا برضو ان انا عندي المسافه ما بين الكنات محققه شرط الكود، والكود حدد لي طبعا مسافه بين الكنات، وافترضت ان ال ال دي جت وذن المتر ونص دول، ففي الحاله دي برضو ممكن الشرط ده يكون متحقق لو كانت المسافات ايه مظبوطه. طب المسافات عندي كانت ايه، لو نفتكر شرط الكود هنا كان الكود بيقول لي 8 دي بي يعني 8 اضعاف قطر السيخ اقل من او تساوي 8 دي بي، تمام. طيب 8 دي بي عندي لو انا جيت احسب 8 اضعاف قطر السيخ هلاقي 200 مل، فهنا انا عندي كانت الكائنات كل 175 ايه مل، تمام. فانا قصتي دلوقتي ان انا ما اعرفش ال دي اتش، فممكن مبدئيا قدامي بقى حل من الاثنين، اما ان انا اخدها اعتبر ان المعامل ده متحقق واخدها وبعدين ابقى شيك بعدين، او ان انا اكبر ال دي من البدايه اضرب في 1.6 من 10، تمام، واشوف بعد كده ايه الدنيا هتروح مني فين، خلاص. فانا دلوقتي خلينا ناخد الايه الورست كيس سيناريو، ان انا هضرب الابساي ار في 1.6 من 10، عندي اللمدا ب 75 من 100 هعوض في القانون 420 1 1.6 من 10 1 ربع 84 من 100 دي اللي هي المعاملات مقسومه على 23 في اللمدا 75 من 100 لانها كانت لايت ويت كونكريت في جذر الاف سي داش، كل ده مضروب في الدي اس 1.5 يعني قطر السيخ اس 1.5، طلعت معايا 1022 مع ان انا كنت واخد الابساي ار الكبير، تمام. ال 1000 من 1022 يعني انت بتتكلم يعني خلينا نقول مثلا متر 10، يبقى انا دلوقتي
within المترو ونص، يبقى انا حليت المشكله اللي كانت مقابله لي المره اللي فاتت. هنا بقى ممكن ارجع تاني، تمام، اشيك على البند بتاع الكونفاينمنت ده اللي كان الكود بيحدده لي، وارجع اقلل تاني ال LED. بس انا شايف ان ال LED يعني within التول بتاع الكانتيليفر، فما فيش منها مشكله. طيب، ولكن بيجي هنا الكود يقول لي ما تنساش لو discontinuous end، تمام، لازم تحقق الشرط ده. اه صح. طيب ارجع تاني كده هنا، لو رحنا هلاقي ان دي discontinuous end. طيب اعمل ايه بقى في الديسكونتينيوس اند دي؟ اول حاجه الكود قال لي ايه في الديسكونتينيوس اند؟ قال لي ان انا المفروض اعمل هنا احاطه على طول ال ال دي، على طول ال ال دي، نفرق ما بين ال ال دي ال 75% ال دي، ده لما باجي احسب الاي تي اتش، تمام، و الحاله بتاعت شرط الكود بتاع الديسكونتينيوس اند ده بيكون ال دي كامله. حلو. هنا زي ما احنا قلنا، احنا خدنا الطريق السهل وخدنا ال دي من غير ما نحسب الاي تي اتش، الاي تي اتش، تمام. ولكن لو انا كنت عاوز احسب الاي تي اتش عادي جدا، كنت هاخد مساحات مقطع الكائنات في 75% ال دي اتش، وارجع تاني اصغر ال دي. فانا دلوقتي عندي مثلا لو انا هصغر ال دي، تعالوا نجرب الاول، لو انا هصغر ال دي، انا كنت هحسبها على 1.6 على اساس ان الشرط ما اتحققش. احنا قلنا ان انا عندي هنا الشرط ده اللي هو ايه، اي تي اتش اكبر من او يساوي 4.4 ال اتش اس، والاي تي اتش دي لو انا عندي احاطه على طول 75% ال دي اتش، انا عندي اوريدي احاطه على طول الكانتيليفر، ف 75% دي ال اتش دي متحققه، المسافه اقل من او تساوي 8 دي بي، مظبوط، كلام جميل. اخد بقى المساحه الاسياخ او مساحه مقطع الاسياخ اللي هي في المسافه 75% ال دي اتش دي، احسب ال دي اتش دي كانت مثلا متر 10، هقول 75% في المتر 10 يديني 8825، تمام، اقسمها على، يبقى انا عندي مثلا 4 كانات و7 من 10، خلاص خلينا نقول 4 كانات في مساحه مقطع الكانه كان 10 مللي اللي هو 78.5، تمام، ده اللي هو الاي تي اتش، خلاص. لما اجي اقارنه انا عندي 3 في 25 يعني 490 في 3، وهقارن ده في ده، تمام، هضربه في 0.4 هلاقي ان هو ايه، ما حققش الشرط، ما حققليش الشرط. ليه؟ المفروض ان هو اكبر من او يساوي 40%، انا عندي ال 40% طالع 588، الثاني كان طالع تقريبا 300 وشويه، خلاص يبقى الشرط ايه، ما اتحققش. ده بس لو انا عاوز ايه اقلل. طب لو كان اتحقق، من حقي هنا ان انا ارجع تاني لمعادله ال دي واروح مقلل الابصاي، بدل ما 1.6 اخدها 1. طيب ارجع بقى تاني للنقطه اللي كنت بتكلم فيها اللي هو الشرط بتاع الديسكونتينيوس اند. انا دلوقتي الكود قال لي ايه بقى في الديسكونتينيوس اند؟ قال لي ان انا محتاج احقق الشرط ده، محتاج الكفر عندي لو اقل من 65 مللي، طبعا الكفر عندي كان 40 مللي زائد السيخ ال 12 مللي كان 52 مللي، فاقل من 65 مللي. طيب يبقى في الحاله دي ايه، طالما الكفر اقل من 65 مللي في احد الاتجاهين دول وديسكونتينيوس اند، يبقى انا لازم احقق الشرط ده. طيب انا المسافه ما بين الاسياخ اقل من او تساوي 3 دي بي، 3 دي بي يعني كام؟ 25 في 3 يعني 75 مللي، تمام، 75 مللي. لكن حاسب يا باشمهندس، ده انت كان عندك الاسياخ هنا كل 175 مللي اللي هي الكانات، يبقى لازم تنزلها لايه؟ ل 3 دي بي اللي هي 75 مللي، يبقى لازم تعدل السبيسنج ما بين الكانات عشان تحقق شرط الكود. دي حاجه. الحاجه الثانيه، البدايه بتاعت الهوك لحد اول كانه 2 دي بي على الاقل 50 مللي، فانت كان عندك ايه؟ شوف بقى التوزيع، انت هتنزل سيخ الهوك، فانت عندك الكفر هنا كام؟ فشوف احسب من الهوك كام؟ ويبقى ده تاخد اول سيخ ما بين الهوك واول كانه يكون 50 مللي ما يزيدش. هي دي القصه. فانا دلوقتي عملت ايه، انا خدت المثال اللي انا شرحته في المحاضره اللي فاتت، طبقت نفس المثال عشان اقول لكم على طريقه حل المشكله اللي قابلتنا، وفي نفس الوقت شرحت عليها الهوكد والشرط بتاع الديسكونتينيوس اند، فهو يعني فادنا في ان احنا لمينا الموضوع كله بيه، تمام. طيب تعالوا بقى ايه، نروح ل الجزء اللي بعد كده اللي هو المقارنه ما بين الاكواد. كان عندي في الكود 2011 طبعا كان التعامل مع الهوك كان صعب شويه. ليه؟
كان القانون زي ما احنا شايفين، تعالوا نحط قدامنا الاكواد التانية الاول عشان نشوف الفرق. طبعا ايه، هنا كان في معامل واحد اسمه ابساي اي، تمام، بس جه هنا في الكود 2014 حط اكتر من معامل، زود معاملين اتنين، ابساي سي وابساي ار. الكود الجديد زود كمان الابساي نوت، خلاص، وطبعا مع اختلاف، مع في 23 موجوده هنا في المقام وال 24% اللي فوق مش موجوده، يعني في تغيير حصل في المعادله. طيب ايه الفرق؟ يعني هنا هنقول مثلا دي المعادله دي ودي ودي، الفرق بينهم هو زود موديفيكيشن فاكتور، خلاص، والقيمه اللي هي كان هنا 24%، لا هنا 1 على 23 تقريبا يعني. طب لو الواحد على 23 دي بتساوي قد ايه؟ بتساوي 4%، تمام، يعني ايه الرقم اختلف. طيب عرفنا ان هنا هزود معامل وهنا كان مزود معاملين عن الكود اللي قبله. طيب الفكره هنا في حساب ال ال دي من الطريقه بتاعت الكود الجديد والطريقه بتاع الكود اللي قبله تقريبا هي نفس الطريقه، اللي هو بيعتمد على المعاملات بتاعت التصحيح. اما كود 2011 كان صعب شويه، كان بيعمل ايه؟ كان بيخليك تحسب ال دي وبيدخلك بعد كده في حالات كتير، يقعد يقول لك ايه؟ لو كان البار اقل من او يساوي 36 مللي، وكان السايد كفر مثلا اكبر من او يساوي 65 مللي، في الحاله دي انت ممكن تقلل، ال ال دي بنسبه 7 من 10، تضرب ال دي في ايه 0.7. طيب حاله ثانيه يقول لك لا، طب الكلام ده كان الهوك 180 درجه، تمام، بعد كده يقول لك لا ده الهوك 90 درجه و 36 مللي اقل من او يساوي، وقطر السيخ وسوري والكفر 65 مللي اكبر من او يساوي، تمام، وفي الحاله دي برضو ممكن تضرب في 7 من 10 معامل تقليل. بعد كده يرجع يقول لك ايه، لا ده احنا، طب لما يكون ايه، خلاص احنا خدنا الحاله دي، نروح بقى على 90 ديجري، بس في الحاله دي هيكون في انكلوزد وذ ستيربس، يعني هحوط منطقه ال ال دي اتش دي بستيربس على طول مثلا ال ال دي اتش، ففي الحاله دي لا ممكن تقلل بنسبه 8 من 10 ويرجع تاني يدخلك في ال 180 ديجريز. وبعدين او يعني في حالات بقى يقول لك في احاطه بالكائنات، تمام، وقطر السيخ كذا والكفر كذا، يعني في بياخدهم في كذا حال. وبعدين يقول لك لو كان حالتين منهم اتحققوا فممكن تضرب، لو الحاله مثلا دي والحاله دي اتحققوا A وB مثلا، فتضرب ال 7 من 10 في 8 من 10، يبقى انت في الحاله دي الرقم اللي هيطلع لك هو ده معامل التقليل. فبتاخد المعادله دي تحسبها، وبعدين تقعد لازم تجرب كل الحاجات دي، تعدي عليهم واحد واحد وتتاكد ان هم مين فيهم اللي متحقق، وبناء عليه تضرب الرقم ده في معامل ايه؟ تخفيض. خلاص؟ فلا الميزه هنا بقى في الكود من اول 2014 والكود الجديد ريحك هو من الايه؟ من المتاهه دي. هو ادالك معاملات على طول انت بتحطها معاك ايه؟ في المعادله. اه ده انا هقعد احسب معامل معامل، بس يعني مش هياخد مني الوقت زي اللي انا هعمله في ده. ففعلا بصراحه كان في اصدار 2011 كان شويه الموضوع ايه؟ مرهق في معاملات التخفيض اللي انا لازم احسبها دي. فكنا بنعمل ايه؟ يروح حاسب دي ويقول لك يعني مش لازم التخفيض، انا عايز يريح نفسه او كده. ف اللي هو كان مثلا بيبقى عايز ياخد اقصر الطرق يعني. فالكود الجديد انا شايف بصراحه عمل اختلافات كويسه وايجابيه بصراحه في بالنسبه للشغل ووقت الشغل وكده. نيجي بقى ايه على النوع الثالث من الديفلوبمنت لينز. احنا شرحنا الستريت اللي هو الديفورمد بار، شرحنا دلوقتي الايه الهوكد بارز، دلوقتي هنتكلم على الهيدد بارز. ايه قصه الهيدد بارز دي؟ القصه ان انا عندي لظروف ما مفيش مساحه جوه القطاع، مفيش يعني جوه القطاع اكستنشن ان انا اقدر اعمل طول مناسب للسيخ. يعني انا حسبت ال دي مثلا، لقيت ال دي ده مثلا المفروض يخش في حيطه بطول 2 متر 20 زي المثال اللي فات مثلا يعني، والحيطه اللي عندي دي هي امتدادها كلها اصلا متر مثلا او متر ونص، انا مش عارف ادخل ال دي. طيب والله طب الجا للهوكد، تمام، لا طب انا عندي ظروف ما منعاني ان انا حتى اعمل الهوكد بارز، يعني بقول مثلا يعني. ففي الحاله دي الكود بيوجهني ان انا ممكن استخدم حاجه اسمها الهيد ديفورمد بارز، يعني السيخ اللي هو الديفورمد اللي هو زومت وقات المشرشر يعني بالبلدي، بعمل له في الاخر هيد. الهيد دي بتعمل ايه؟ بتعمل مساحه سطحيه كبيره بتعوضني عن المساحه السطحيه للسيخ. مش احنا قلنا ان ال ال دي بيبقى عباره عن مساحه سطحيه مضروبه في الميو افريج؟ فانا دلوقتي عاوز احقق مساحه سطحيه كبيره من غير ما اعمل استطاله للسيخ او من غير ما اعمل اكستنشن للسيخ، فممكن استخدم الهيد دي، تمام؟ فدي بتحل لي مشاكل كتير. طيب ايه التطبيقات الهيد يا باشمهندس؟
ممكن زي ما احنا شايفين اهو، ده مثال، دي صورة انا جايبها من على النت، يعني ان في هنا اكستنشن مش ممكن، والحديد فيه كثافة عالية فاستخدم فيه الهيدد. تمام، في تطبيق قابلنا انا في الشغل يعني. تمام، كان عندنا بريكاست بيم بتتحمل على كاست انسيتيو كوربل. تمام، المفروض ان البريكاست بيم، للناس اللي اشتغلت بريكاست، انت بتركب بتحط البريكاست بيم هنا كده، في ثرو بار بيعدي بيكون مخترق البريكاست بيم، والمفروض ينزل جوه الكوربل بال دي علشان يحقق كونكشن ما بين الكاميرا والكوربل. تمام، فبما ان الكوربل ده هيتصب والكاميرا دي هتتحط بعدين، فصعب ان البار ده يكون طالع، لان ممكن لو طلع من الكوربل اثناء البليسنج بتاع البيم او اثناء الاريكشن بتاع البيم، ممكن السيخ ده يحصل له دامج. فهنا كان المفروض ان احنا هنعمل كابلر وهننزل جوه، طبعا الكابلر دي الوصلات الميكانيكيه هنعرفها ان شاء الله بعدين. بنزل في الوصلات الميكانيكيه دي، بنزل فيها السيخ. تمام، بيكون ثريدد مقلوظ، وبركبه في الايه، في الكابلر ده، بعدين بعد ما بعمل اريكشن للبيم. لكن المشكله ان الكابلر ده المفروض يكون متصل بسيخ، والسيخ يكون له طول مناسب جوه الخرسانه، ولكن الكوربل اصلا ارتفاعه قصير، وانا مش عارف ان انا ايه، انا هنفذ العمود وهصب الكوربل بعد، يعني في صعوبه ان انا اعمل سيخ طويل. فاللي حصل ان احنا كنا بنستخدم هيدد بار، تمام، مربوط فيه الكوربل، بحيث الهيدد بار ده بيعوض لي ال دي، والكوربل ده بيركب فيه بعدين الايه، الثرو بار اللي بيعدي من البي دي. مثلا تطبيقات من اللي ممكن تحصل. طبعا من الاي سي اي ستراكشرال جورنال جبنا انواع من الانواع السائده اللي بتستخدم في الهيدد بارز. في بعض الاحيان لو هنا دي عباره عن ديفايسز او عباره عن بيسز بتركب، هنا في حاجه اسمها نظام فريكشن بيعملهم احتكاك شديد ما بين السيخ وما بين الهيد، بحيث يحصل ان هم يحصل لهم لحام بالاحتكاك. في انواع تانية ان السيخ نفسه بيتسخن وبيتعمل له ديفورمينج، يعني وبيعمل له ديفورميشن او بيتعمل له تشكيل اثناء بعد تعرضه للحراره، بحيث ان هو بالبلدي كده يتبطط من تحت فيبقى له هيد. تمام، يعني طبعا الايه، الانواع دي اصلا في لها ستاندرد، في لها اي اس تي ام، ان شاء الله هحاول ان انا ارفقكم مع الكورس ان شاء الله، بيبين انواع الهيدد كونكشن او الهيدد بارس. طيب عايزين بقى نشوف ايه هي حدود الكود للهيدد ديفورمد بارز انتنشن. فهو بيقول لي ايه، بيقول ان انا عشان استخدم الهيدد بار لازم يكون عندي شروط من A لحد F. اول حاجه ان البار لازم يخضع ل 20 2 1 6، تمام، اللي هو ايه ده، اللي هو الاي اس تي ام اي 970، ده اللي هو المواصفات الامريكيه للهيدد بارز. تاني حاجه، البار سايز شال نوت اكسيد 36، يعني لو السيخ قطره اكبر من 36 مللي ما ينفعش تستخدمه كهيدد بار. بعد كده النت بيرنج اريا في الهيد على الاقل 4 اضعاف الكروس سكشن بتاع البار. يعني انا لو عندي كروس سكشن بتاع البار اكس، على الاقل لازم محتاج الهيد يكون المساحه البيرنج اريا بتاعته، اللي هي مساحه السطح الخارجي بتاعه دي، ما تزيدش عن اربع ما تقلش سوري ما تقلش عن 4 اضعاف مساحه مقطع السيخ. بعد كده الكونكريت لازم تكون من نورمال ويت، ما اقدرش استخدم لايت ويت. الكفر بتاع البار الهيدد على الاقل يكون ضعف قطر السيخ نفسه، ده طبعا الكلير كفر، ماشي. سنتر تو سنتر سبيسنج على الاقل يكون 3 اضعاف قطر السيخ. تمام، طيب احسب ازاي يا باشمهندس الكلام ده؟ هتلاقي برضو نفس القصه، الاف فيلد معادله فيها اف فيلد وجذر اف سي داش، وفيها شويه ايه معاملات، تمام، مضروبه في الدي جذر سوري دي اس 1.5. طيب عايزين نعرف بي وسي، طبعا 8 دي بي و150 مللي، عايزين نعرف ازاي نحسب الكلام ده. فالموديفيكيشن فاكتورز برضو الايبوكسي 1.2 لو ايبوكسي كوتد، و1 لو ان كوتد او زنك كوتد. في حاجه اسمها الابساي بي، ده حاجه جديده، تمام، ولكن هتلاقي الايه في طريقه حسابه قريبه للهوكد شويه. فهو بيقول لك ايه، الابساي بي المفروض ان انت بيكون عندك البار 36 او اقل، ويكون عندك احد شرطين متحقق،
الاي تي تي اكبر من او يساوي 3 من 10 الاي اتش اس. طبعا عرفنا الاي اتش اس ايه زي ما قلنا المره اللي فاتت او زي ما قلنا من شويه، كروس سكشن اريا، توتال كروس سكشن اريا اوف هيدد بارز. خلاص اكبر من او يساوي 3 سوري الاي تي تي اكبر من او يساوي 3 من 10 اتش اس، فاحنا عايزين نعرف ايه هي الايه الاي تي تي. الكود الامريكي بيقول ايه؟ بيقول لما بيكون عندك هيدد بار داخل في الكونكريت زي ده، فالهيدد بار بيحصل ان هو بيولد سترات، تمام؟ بيولد سترات. السترات بيعمل ايه؟ قوه ضغط، وده بيكون مش مفضل عشان خاطر بيعمل بريك اوت فيلير، خلاص؟ او بيعمل انهيار في الخرسانه. فلان اللي بيحصل عندك نتيجه الاسترات ده بيحصل انت عندك كومبريشن فورسز بس متولده ايه جوه الايه الاسترات ده. فالكود قال لك او بيوصيك تعمل ايه بقى، بانك انت تعمل تايز او كيانات في المنطقه دي مثلا، بحيث تطبق هنا الاسترات اند تاي موديل، بحيث يبقى عندك الاسترات ويتولد معاه نتيجه الكيانه دي ان في تاي، يبقى استرات اند تاي موديل، فيكون ده افضل وبيقلل موضوع البريك اوت ايه فيلير. خلاص طيب، فالكود قال لك بقى ايه بالنسبه لتوزيع الكيانات؟ قال لك على ايه؟ على حاجه لو كان الهيدد بار ده افقي مثلا، الشرخ اهو اللي هو الايه البريك اوت فيلير، ده اللي هو الشرخ اللي هو بتاع الاسترات، خلينا نقول ده الاسترات مثلا، هو الشرخ هو نفسه بيعبر عن الدايركشن بتاع الاسترات، تمام؟ فالكود بيقول ايه؟ بيقول مطلوب منك تعمل تايز، يعني كانت مقفوله زي ما انت شايف كده ماشي. التايز دي تمتد مسافه 8 اضعاف قطر السيخ من سنتر السيخ، وتمتد في انهي اتجاه؟ في اتجاه الاسترات، يعني ما اروحش امدها ناحيه فوق، امدها ناحيه الاسترات، تمام؟ حلو قوي. فين ال ال دي؟ طبعا كانت باينه في الصوره اللي فاتت، في هنا ال ال دي اللي هي من نهايه الهيد لحد الكريتيكال سيكشن. طيب حلو قوي. فانا عندي هنا ادي عندي ال ال دي تي اهي، خلاص، وادي عندي قطر السيخ نفسه الهيدد بار، وادي عندي ال 8 دي بي اللي انا هرص فيها الكيانات اللي هي الكيانات المقفوله دي، تمام؟ طيب الكيانات المقفوله اللي متوزعه في 8 دي بي ال اي تي تي بتساوي مجموع مساحات مقاطع سيخ هذه الكيانات بس. خلاص كلام جميل. طيب ده لو عندي الايه الهيدد بار افقي. طب لو كان عندي افقي وراسي او راسي بس مثلا، طبعا احنا لما يكون عندنا افق وراسي المفروض نعمل كيانات في الاتجاهين، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل راسي بس. لكن الكود بيقول لي ازاي اوزع الكيانات، نفس الفكره بالظبط، بالنسبه للافقي هروح في اتجاه الاسترات 8 دي بي تمام والكيانه مقفوله، وبالنسبه للراسي هروح في الاتجاه الاسترات برضه 8 دي بي بس بيسمح لي ان انا اعمل هنا يو بار، تمام؟ و السيخ الداخلي ده انا مش محتاج اعمل له كيانات ليه؟ تمام، لان هو ملوش علاقه بموضوع البريك اوت، انا يهمني السيخ ده لان هو اللي ايه اللي عايز ادعمه بكيانات عشان خاطر احمي القطاع من الايه من موضوع البريك اوت. فبيكون عندي لو انا عندي الهيد بارز في الاتجاهين فلازم اعمل كيانات افقيه وكيانات راسيه زي ما احنا ايه شايفين كده. طيب الاي تي تي بتساوي برده مجموع مساحات مقاطع ايه اسيخ هذه الكيانات. طيب نرجع تاني بقى ايه للي احنا كنا بنقوله، يبقى لو الاي تي تي اكبر من او يساوي 3 من 10 ال اتش اس او ال اس اللي هي الايه بقى اللي هي المينيمم سنتر تو سنتر سبيسنج اوف هيدد بارز، خلاص اكبر من او تساوي 6 دي بي، في الحاله دي انا اقدر استخدم واحد. طيب لو ما تحققش الشروط دي في الحاله دي هلجا للايه؟ ال 1.6 من 10. طيب نيجي على الابساي نوت، الابساي نوت قال لك لو كان ترمينيشن انسايد كلام ويز كفر بار اكبر من او يساوي 65 مللي، في الحاله دي اخدها بواحد. طيب لو كان الحاله الثانيه السايد كفر اكبر من او يساوي 6 دي بي، ده نفس الشرط بالظبط اللي احنا شفناه في الايه في الهوكد بار، هنا اخدها بواحد ما كانش كده باخدها بواحد وربع، تمام. بعد كده برضو الكونكريت سترينس فاكتور او كوفيشن اللي هو ابساي سي، نفس الوضع اصغر من 42 ميجا باسكال باخد الفورميولا دي، لو اكبر من او يساوي 42 في الحاله دي باخدها بايه؟ واحد. يبقى الموضوع سهل جدا، يعني لو فهمت اللي فاتت تفهم دي بسهوله، تمام. فده طريقه حساب ال دي بتاع الهوبت بتاع الهيدد بارز.
بالنسبة بقى للمقارنة ما بين الأكواد، لو بصينا هنلاقي الـ الأكواد اللي هو 2011 و2014 كانوا تقريبا زي بعض، تمام؟ ولكن جه في الكود الجديد بعد ما كان ما عندوش غير إبساي إي في الكودين دول، راح مدخل معاه إبساي بي ونود وسي، تمام؟ ليه؟ عشان خاطر الكود هنا دخل معاه معاملات التخفيض مرة واحدة في الفورميولا بتاع الحساب ال ال دي. طبعا زي ما احنا واضحين الكود بيتطور، يعني في تطورات حاصلة في الكود محترمة يعني. خلاص، بعد كده احنا خدنا كده ايه ثلاث انواع من الديفلوبد لينز. هدخل بقى على الديفلوبد لينز للويلدد ديفورمد واير رينفورسمنت انتنشن. طبعا زي ما شرحنا المره اللي فاتت، احنا كنا قلنا ايه هي قصه الويلد واير فابريكيشن، وقلنا ان الويلد واير فابريكيشن دي هي الواير مش اللي بنقول عليه بالبلدي، اللي هي الاسياخ اللي بتيجي ملحومه. فهو هنا برضو الاسياخ الملحومه دي انا لو جاي بعمل لها برضو ال دي عندي كريتيكال سيكشن وعايز احسب لها ال دي، الكود برضو مديني لها ايه طريقه للحساب. فهو بيقول ديفلوبمنت لينس ال دي فور ويلدد ديفورمد واير فابريكيشن. طبعا انا عندي الواير ده بيكون ديفورمد او بلين، فانا لو بالنسبه للديفورمد فبيقول لي measure the front critical section to the end of wire shall be greater than A or B. A او B. طيب قبل ما نروح نعرف A او B، بيقول لك ايه، خد بالك ان الواير ده لازم يكون MD 200 or smaller. MD 200 or smaller، يعني لو كان الاسياخ دي باكبر، طبعا MD 200 ده اللي هو بقى قطره 16 مللي، لو اكبر منه في الحاله دي انت ما تقدرش تستخدم المعادله دي، وهنعرف ايه البديل بعد شويه. طيب ايه، هيقول لك البند اللي هو ايه 25 4 6 2 اللي هو ده، اللي هو نفس البند اللي بعده او 200 مللي. طيب البند 25 4 6 2 بيقول ايه؟ بيقول لك للويلدد واير، الويلدد ديفورمد واير ال ال دي بتتاخد 25 4 2 3 و25 4 2 4، دول ايه؟ دول هم نفس اللي كنا بنستخدمه في الستريت بار اللي خدناها في اول محاضره، اللي هم ال ال دي عاديه جدا، تمام؟ ولكن بيقول لك خد بالك من شويه حاجات. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك تايمز ويلدد ديفورمد واير انفورسمنت فاكتور ابساي دبليو. طبعا في الامريكان انجلش لما اقول 2 تايمز 3 معناها 2 في 3 يعني، تمام؟ فهو هنا بيقول ايه؟ المعادله بتاعت ال دي تايمز يعني مضروبه في الابساي دبليو اللي انا باخدها من المعادله 5 4 6 3 اللي هي اللي جايه دي. يعني بحسب ال دي عادي جدا من المعادله بتاعت الديفورمد بارز، بس بضربها في الابساي دبليو بس كده. لا، لسه في حاجات تانية. بيقول لي كمان الابساي اي بتاعت الايبوكسي خدها بواحد، مش لازم تاخدها بواحد ونص او بواحد واثنين. ما انت لو رحت للجدول لو افتكرت هتلاقي بواحد ونص او واحد واثنين في اول محاضره. طب اخدها بواحد ليه؟ لان اصلا نتيجه ان انت عندك الشبك الملحوم ده او الاسياخ اللي هي الولد واير فابريكيشن دي بيكون فيها حديد في الاتجاهين، فالحديد اللي في الاتجاه الثاني بيحقق، حتى لو الحديد ده مدهون ايبوكسي، الحديد اللي في الاتجاه الثاني اصلا بيعمل تماسك مناسب مع الخرسانه حتى في وجود الايبوكسي. فالكود بيقول لك لا، انا ممكن اسمح لك انك تحطها بواحد حتى لو كان الحديد ايه مدهون ايبوكسي. طيب تعالى بقى قول لي الابساي دبليو دي ما قلتليش هي ايه. خلاص، بيقول لك الابساي دبليو دي عشان تحسبها حاسب لازم يكون عندك وزن ال ال دي، لازم يكون عندك ايه في كروس واير، يعني واير عمودي على اتجاه ال ال دي وبيبعد على الاقل 50 مللي من الكريتيكال سيكشن. خلاص، يعني لازم زي ما انت شايف في الصوره دي كده يتحقق الشكل اللي عندك ده 50 مللي من الكريتيكال سيكشن وعندك ايه كروس واير وزن ال ال دي. خلاص، في الحاله دي عندك ايه او بي. طبعا الاف فيلد هي المجهول، وهنا الدايمتر اوف بار، وهنا الاس اللي هي الايه المسافه ما بين مراكز الواير اللي انت عايز تحسب لها ال ال دي اللي هي دي. خلاص، سهل جدا ان انت ايه تعوض في المعادله. طيب يا باشمهندس، انا بقى عايز افهم حاجتين دلوقتي انت قلتهم وانت شغال بس ما قلتش البديل. اول حاجه انت قلت لي لحد ام دي 20 اور سمولر، طب لو اكبر؟ ده السؤال الاول، تمام. السؤال الثاني، هنا هو بيقول لي لازم يكون في كروس واير على بعد 50 مللي من الكريتيكال سيكشن، طب لو مش موجود اعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. بيقول لك فور ويلد ديفورمد واير انفورسمنت وذ نو كروس واير وذن ال دي اور وذن ا سنجل كروس واير ليس ذان 50 مللي فروم ذا كريتيكال سيكشن ابساي دبليو شال بي تيكن از 1. يعني في الحاله دي الابساي دبليو ده على فكره معامل تخفيض بيقلل،
فانت في الحاله دي مش هتقلل بقى حلو لو ما عندكش الشرط ده. طيب بيقول لك لو البلين واير اور ديفورمد واير الاثنين، لو عندك الواير مش دي ديفورمد او ناعمه larger than MD 200 تمام as present in the welded deformed wire reinforcement in the direction of deformed length the reinforcement shall be across 24 25 4 7. يعني لو القطر ذات عند ام دي 200 في الحاله دي تروح للمعادله اللي جايه اللي هي بتاعه البلين اللي احنا لسه هنشرحها دي اللي هي رقمها 25 4 7 اللي هي اللي جايه ان شاء الله. طيب اخر حاجه بيقول لك زين كوتد اللي هو الجلفانايزد ويلدد واير reinforcement shall be development across 25 4 7. يعني لو كان عندك الحديد الواير مش دي مجلفنه برضو تاخدها من البلين اللي هي اللي جايه. يبقى امتى اروح للبلين؟ امتى اروح للبلين؟ لو كان الاسياخ عندي قطرها اكتر من 16 مللي اللي هي بتاعه الويلد دوار فابريكيشن اللي هي اكبر من ام دي 200 تمام، ولو كان الحديد عندي جلفنايزد. طيب تعالوا بقى نروح للمقارنه اللي ما بين الاكواد في هذه الحاله، هلاقي ان الثلاثه زي بعض بالظبط، ما حصلش اختلاف في الويلد دوار فابريكيشن الديفورمد. طيب هروح بقى للايه، للبلين. البلين هلاقي الكود بيقول لي ايه، ال LED للبلين واير انتنشن. طبعا احنا كل اللي بنحسبه ده ال LED طبعا ايه في حاله التنشن of outmost cross wire shall be greater than A or B and shall require minimum of two cross wire in LED. يعني بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت دلوقتي عشان تحسب ال LED خد بالك لازم يكون في اتنين كروس واير خلال ال LED لازم. طب لو مش لازم، لا وانت بتقطع بقى وانت بتقطع الواير مش تاخد بالك من حاجه زي دي. ولو انت الواير مش عندك الاطراف بتاعته ما بتحققش الحاجه دي، يعني انت بعد ما حسبت قيمه ال ال دي لقيت ما فيش اتنين كروس واير، يبقى لازم تعدل انك تقطع الاطراف مثلا. اوقات بيجي مثلا الواير مش فيها طول زياده هنا كده فممكن تقطعه، هي طبعا الحاجه دي بتهدر شويه بس مش مشكله. وعموما اصلا كروس واير الناعم ده ما عادش سائد قوي زي الاول، يعني بقى معظمه دلوقتي ديفورمد. المهم طيب لو اتحقق الشرط اللي احنا شايفينه في الصوره ده، بيقول لك ال 150 مللي زي ما احنا شايف اللي هي المينيمم، او المعادله اللي جايه. المعادله اللي جايه بيقول لي A او B. ال A اللي هي السبيسنج في كروس واير، يعني المسافه ما بين الاثنين واير دول اللي هم الترانسفيرسال، واجمع عليهم 50 مللي تمام، او انك تعوض في المعادله دي اللي هي نفس مجهيل المعادله اللي فاتت زاد عليها بس الجزء اف سي داش تمام. فال وبيقول لك اللمده خدها من الجدول 25 4 2 5. فدلوقتي الخلاصه ان انت لو هتشتغل بالديفورمد بارز وما تحققش عندك احد الشروط هتيجي تشتغل بالايه، بالمعادله دي. والمعادله دي طبعا ايه زي ما احنا شايفين شرطها الاثنين كروس واير دول. بعد ما تحسب ال ال دي تاكد ان يكون في اثنين كروس واير، ولو مش متحققين تحققها في السايت كده. خلصنا الايه، ال ال دي بتاعت البلين واير. هنروح للاكواد الثلاثه هنلاقي نفس المعادله بالظبط مفيش اختلاف تمام. فبرضه المعادله دي ما حصلش فيها اختلاف بالنسبه للايه، للدوار فابريكيشن. اللي بعد كده هنروح بقى على الكومبريشن. كل اللي فات ده احنا حسبنا ال LED بتاعت الاسياخ الستريت، وحسبنا الهوجد، وحسبنا الهيدد، وحسبنا الولد دوار فابريكيشن ديفورمد والولد دوار فابريكيشن بلين. كل ده كان تنشن. طيب ال LED بقى كومبريشن احسبها ازاي؟ لو انا عندي دلوقتي كومبريشن، انا سيخ عايز اعمل له كومبريشن، عايز اعمل له سوري ال دي ديفلوبمنت لينس او انكرج لينس في منطقه كومبريشن مش منطقه تنشن. الكود قال لي اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ الكود قال لي ان انا بحسب حاجه اسمها ال دي سي، سي اللي هي كومبريشن خلاص؟ وبحسبها لاكبر من اي وبي، طبعا البي ب 200 مللي والاي اللي هي المعادله 25 4 9 2 اللي هي دي تمام؟ فالمعادله المجاهيل اللي فيها بس طبعا الاف فيلد عارفينها جزء الاف سي داش، اللمده تمام هنلاقيها هنا في الجدول، الاب ساي ار هنلاقيها هنا ايه في الجدول، وفي معادله ثانيه بي برضه هلاقي الاف ساي ار من ضمن الايه المجاهيل اللي فيه. فانت بتحسب الاي والبي تمام، تاخد الكبير منهم وبشرط ان هما الاثنين ما يقلوش عن 200 مللي، يعني تقريبا ايه اي وبي، وبي من المعادله الايه اللي قبل كده. طيب اللمده 75% او 1 خلاص، الكونفاينمنت رينفورسمنت اللي هي الابساي ار. الخلاصه كده، الخلاصه كده بالبلدي، لو كان السيخ محاط بكانات
سواء كان بقى سبايرال ستيرابس او كانت عاديه من اي نوع، او هوبس اللي احنا شرحناها في اول محاضره. في الحاله دي ممكن تخفض ل 75% لو مش محاطه بتاخدها بواحد. طبعا هو هنا بيديك اشتراطات بقى للكانات. طبعا السبايرال معنى كلمه سبايرال انك تروح لاشتراطات الكود الامريكي في السبايرال اللي هتتشرح بعدين، تمام. في حاجه اسمها الايه كونتينوس ووند تاي، اللي هو بتبقى عباره عن كانه، بس ايه الكانه تكون كونتينوس كل مسافه كده، كل الكانه مش سبايرال مستمر، لا بياخد جزء ويوقف وبعدين يعمل ايه جزء تاني يوقف. بتبقى الكانه شويه بتبقى مثلا لفه لفتين ثلاثه حوالين القطاع السيركولار يعني. وبيديك شرطها ان الدي بي اكبر من او يساوي 6 مللي، والبيتش اللي هي المسافه ما بين اللي هي اللفات يعني 100 مللي. وبعد كده لو كان السيخ 13 مللي اللي هو القطر السيخ، او ام دي 130 واير تايز ان اكوردنس، يعني كانات من الواير مش، وهنعرف بعدين ان الواير مش ممكن يتعمل منه كانات. بسبيسنج اقل من او يساوي 100 مللي طبعا، او الهوبس ان اكوردنس ويز كذا، اللي هي الهوبس ال 25 7 4 اللي احنا شرحناها قبل كده، والسبيسنج ما بين الهوبس اقل من او يساوي 100 مللي. دي كلها شروط الايه كونفاينمنت، ان في احاطه محصله للقطاع في منطقه ال دي على طول ال دي، فالحاجه ياخدها 75% ما كانش باخدها بايه بواحد. طيب قبل يا باشمهندس ما تكمل، انت قلت لنا تنشن وقلت لنا كومبريشن، امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده؟ ما فيش حاجه اسمها مثلا انا باجي مثلا احسب ال دي في مثلا في سقف، هاجي اقول والله فين المنطقه اللي فيها تنشن فين المنطقه اللي فيها كومبريشن. لا، السقف مثلا او الكاميرا بتعتبر حاجه اسمها تنشن كنترول، تمام. فكل اللي فيها تقريبا بنشتغلها بالايه بالتنشن، الا حاجه محدوده جدا زي مثلا عند الركيزه في الحديد السفلي بتاع الكاميرا، ده هنعرفه بعدين الكلام ده. لكن انا بشتغل كله بالتنشن. الكومبريشن دي بستخدمها في ايه؟ بحسب مثلا ال دي لاشاير عمود طالع من قاعده في منطقه كومبريشن، يعني حاجات لها استخداماتها محدوده، حاجه تكون اكسيالي لودد كومبريشن لود يعني، زي ما هنشوف في المثال اللي جاي. طيب المثال اللي عندنا برضو من كتاب الدكتور نصر، هنقول عندي قاعده، القاعده دي طبعا ايه اكسيالي لودد، حتى لو هي مش مكتوبه القاعده دي انا بقول لك انها اكسيال لود، والا ما كنتش هستخدمها ان انا اعمل فيها كومبريشن ال دي، خلاص. وهو بيقول لك دلوقتي من الاخر انا عايز اطلع اشاير للعمود من القاعده، لكن عشان اطلع اشاير العمود لازم يكون اشاره العمود دي لها ال دي جوه القاعده، لها انكرج لينث. هو ده بقى اللي اسمه الايه الانكرج لينث، تمام. يعني ده تطبيق من تطبيقات الانكرج لينث في حاله الكومبريشن، اللي هي السيخ الجزء الفيرتيكال ده والرجل ان كانت مطلوبه اف نسيسري، خلاص. الجزء اللي داخل جوه القاعده ده ال دي احسبه كومبريشن لو كانت القاعده دي اكسيالي لودد عليها فيرتيكال لود بس اللي هو كومبريشن لود، واحسبها بقى لو عليها ايه بقى لاترال لود، عليها تنشن لود، عليها اي حاجه ممكن تولد تنشن، في الحاله دي لازم استخدم فيها الايه ال دي بتاعت التنشن بحالتها بقى، خلاص. طيب الاف فيلد ب 24 ميجا باسكال، والاف سوري الاف سي داش ب 24 ميجا باسكال، والاف فيلد ب 420 ميجا باسكال. عايز احسب ال دي، اول حاجه نرجع تاني، دي نفس المعادله بتاعت الايه السلايد اللي فاتت بس جبناها هنا عشان تبقى قدام عينينا. انا عايز دلوقتي احسب، عايز احسب القيمه بتاعت المعادله ايه، تمام، واقارنها ببي وال 200 مللي. هستخدم 24% في الاف فيلد 420، الاف ساي ار هستخدمها احطها بكام؟ احطها بواحد لان انا ما عنديش احاطه، ما فيش هنا كانات. في بعض الاحيان بتلاقي المصمم بيحط لك كانات بتحيط باشاير العمود في منطقه القاعده، يعني بتلاقي الكانات اللي مرسومه فوق دي بتترسم هنا تحت كمان بتتزود، تمام. وان كانت صعبه في تنفيذها بس في بعض المصممين بيعملوها ودارجه جدا ومفضله، تمام. طيب اذا كان في هنا كانات في الحاله دي ممكن اروح ان انا اروح للايه لاشتراطات الاحاطه، ارجع تاني هنا كده اشوف لو اشترط الاحاطه بتاع الكانات دي، تمام، خلاص في هنا شرط من الشروط دي متحقق، اهلا وسهلا. مفيش شرط خلاص. وحاجه تانية برضه اخد بالي منها، ان انا عندي لو ال دي بتاعتي ما كفتش انها تكون فيرتيكال وحبيت ان انا اعمل الرجل الافقيه دي، في الحاله دي ال دي مش هتكون محاطه بكانات لان جزء محاط بكانات والباقي هيبقى ايه مش محاط. في الحاله دي برضه لازم اخد الابساي ار بايه بواحد، فانا هنا هاخد الابساي ار ايه بواحد مبدئيا، بعدين هشوف. بس انا حتى كده كده اصلا الكومبريشن بيطلع اطوال صغيره جدا يعني، خلاص. طيب طبعا كل ده مضروب في 20 اللي هو ديامتر اوف بار ومقسوم على
اللمضه هنا هاخدها بواحد لانها ايه نورمال ويت كونكريت مضروبه في جذر الاف سي داش، هيطلع لي ايه 411 مللي. هروح للمعادله الثانيه 43 من 1000 مضروبه في الاف ييلد في الاف ساي ار اللي احنا خدناها بواحد في قطر السيخ بالملي، طلع طبعا القطر السيخ اهو بتاع الاشاره 20 مللي، طلع 361. طبعا مين الاكبر؟ الحاله بتاعت المعادله ايه؟ اقارنه بال 200 مللي طبعا هلاقي اكبر من ال 200 مللي، يبقى انا دلوقتي محتاج ال دي ما تقلش عن 411. هشوف بقى اذا كان الجزء الفيرتيكال يكفي معايا ولا لا، هخصم الكفر واخصم القطر بتاع السيخ بتاع القاعده اللي هو الطولي والسيخ الترانسفيرسال، وهشوف اذا كان الطول ده يكفي ولا لا. هتلاقي هيكفي حتى من غير الرجل اللي هنا في المثال اللي هنا، يعني هتلاقيه ما يكفي. في بعض الاحيان ما بيكفيش، فبنضطر ان احنا ايه نتني السيخ عشان نحقق ال LED المطلوبه او نحقق الانكرج لينث المطلوبه في حاله الكمبريشن. عايز اعمل مقارنه، هلاقي 24 100 اف ييلد ما كانش فيه هنا ابساي ار، تمام، لكن الابساي ار دخلت معايا من اول ايه 2014 خلاص. والاختلافات هتلاقي اختلافات يعني طفيفة جدا في الموديفيكيشن فاكتور، او ما فيش اختلافات يعني حاجة بسيطة يعني بتهيألي نفس الشروط. فالكود الاصدار الاخير والاصدار 2014 تقريبا لو انت اشتغلت بيهم في هذا البند مش هتلاقي فيه اختلافات ان شاء الله، لكن لو اشتغلت هنا بيفرق معاك في الاب سي ار. طبعا ايه احنا كده خلصنا ايه انواع ال ال دي، ولكن فاضل لنا حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اسمها الاكسس رينفورسمنت، لينث اوف اكسس رينفورسمنت. ايه القصه دي؟ القصه دي ان الكود الامريكي بيتيح ليك انك انت تقلل ال ال دي اذا كان الحديد اللي انت حطيته اكبر من الحديد المطلوب. بمعنى انا مطلوب مني حديد اريا ستيل معينه، وجيت بحبحت ايديا شويه يعني بالبلدي حطيت حديد اكتر. فمثلا الـ AS required مثلا 5 اسياخ بس انا حطيت 7، فهقسم 5 على 7 هيطلع لي رقم اقل من الواحد الصحيح. لو ضربت الرقم ده في الـ LD هيديني طبعا الـ LD اقل، فانا فالكود من الاخر بيقول لي على قد ما انت حطيت حديد زياده تقدر تقلل الـ LD، تمام، ولكن انهي الـ LD؟ قال لي الـ LD اللي في المعادله 25421، 25421 اللي هي ايه؟ بتاعت الطريقه بتاعت اللي هو الديفورمد بارز اللي هي الاسياخ العدل، و 25461، تمام، 25461 اللي هي الايه الديفورمد واير اللي هي الـ WWF الديفورمد، وبعدين 25471 اي اللي هي البلين واير كمان، ومين تاني 25491 اللي هي بتاعه الكومبريشن. يعني هلاقي ان مش داخل فيها الهوكد ولا الهيدد، خلاص. طيب حلو قوي، هل على طول اول ما اي بند من دول من حق استخدم الاس ريكوايرد على الاس بروفايد اللي هو الاكسس رينفورسمنت؟ اه، ولكن في اكسبشن، بيقول لك ممنوع انك تستخدم الحاجه دي في حالات معينه اللي هي من ايه لحد اف، اللي هو هنا بيقول لك روح للبند 25412، تمام. بيقول لك ايه اول حاجه امتى ما استخدمش ده؟ الكونتينوس سبورت، تمام، كونتينوس سبورت لما يكون عندي continuous support، فانا ما ينفعش ان انا ايه في حساب ال LED استخدم ال access reinforcement. location where anchorage of development for a field is required، تمام، يعني لما يكون عندي ال anchorage، تمام، required عشان خاطر ال yield strength في المنطقه دي. where bars are required to be continuous، في الاماكن اللي الحديد فيها يكون مستمر ما يكونش متوقف يعني. For hooked, headed, and mechanical anchor deformed reinforcement. طبعا احنا ايه كده كده اصلا هتلاقيه هو فوق ما ذكرناش. اه، في حاجه بقى لك in seismic force resistant systems. تمام؟ in design categories C, D, E, or F. يعني لو عندك design category C, D, E, او F، تمام؟ في حاله الزلازل هنا ما ينفعش تستخدم الـ excess reinforcement في حساب الـ LED. ايه تاني؟ لما تيجي تحسب الـ anchorage of concrete pile and concrete filled pipe. يعني عندك تو ذا بايل كاب، يعني عندك بايل، البايل ده بيكون حديد البايل بيبقى داخل جوه البايل كاب بطول ال دي، هنا ما ينفعش تستخدم في حساب ال دي بتاعت الحديد بتاع البايل ده الاكسس رينفورسمنت، تمام. بس امتى؟ في المباني الزلزاليه اللي هي الكاتيجوري سي دي اي اف برضه، تمام. دي الشروط اللي ايه اللي بيقول لك تجنبها.
بيقول لك the modified development length shall not be less than the respective minimum specification او specified in ده وده وده وده. ايه ده وده وده وده؟ اللي هو بتلاقي دايما في كل بند تلاقي حاطط لك في الاخر 200 مللي، 150 مللي، 200 مللي، 300 مللي. يعني انت عندك دلوقتي انت مستخدم عندك اربع حالات، احنا قلنا الستريت بار والويلدد واير ديفورمد والويلدد واير بلين والكمبريشن، اربع حالات. في كل حاله منهم هتلاقي في الاخر ايه اللي هي البي اللي هي بتبقى 300 مللي في اول حاله، تمام؟ هنا كانت 200 مللي، هنا 150، هنا 200. هم دول اللي يقصدهم اللي هي الارقام الصغيره دي. يقول لك لازم تحترم ان انت بعد الاكسس رينفورسمنت برضه ما ينفعش تقل عن الايه؟ عن ال 300 ولا ال 200 ولا 150 ولا ال 200. هي دي ايه القصد. يبقى الكونكلوجن بتاع الاكسس رينفورسمنت ان انت في حاله ال ال دي هات دي اللي هم الاربعه ممكن تقلل ال ال دي على قد ما انت زودت الحديد اكتر من الريكوايرد، تمام؟ بس الاكسبشنز دي لازم تاخدها في الاعتبار، ولازم بعد ما تحسب الاكسس رينفورسمنت ما تقلش عن اللي هي الارقام الصغيره اللي بتكون دايما في البند بي في كل حاله. هتلاقي الاكسس رينفورسمنت ده موجود في الاكواد الثلاثه، بس مثلا الكود اللي هو 2019 و2014 جمعهم مع بعض في بند واحد، لكن كود 2011 كان بيحطهم مع كل حاله. يعني يجي في الستريت بار يحطها في الاخر، يجي في الحاله دي يحطها في الاخر. وكان في حاجه محطوط فيها الاكسس رينفورسمنت في 2011 مش موجوده قبل كده في الهوكد. يعني لما تروح على الهوكد بار، تروح على الهوكد بار اللي هو ده، دي كانت المقارنه بتاعت الهوكد بار. هتلاقي هنا الايه الاس بروفايد على الاس ريكوايرد موجود في الكود 2011، سوري اهو. هتلاقي الاي اس بروفايدد موجود على الاس ريكوايرد اللي هي دي، تمام؟ بس لازم الاف فيلد نوت سبيشال ريكوايرد زي ما ذكرنا في الكود الجديد برضه. هنا الاكس رينفورسمنت مذكور بس ما كانش، بس في الاكواد اللي بعد كده ما اتذكرش فيه الاس بروفايدد على الاف على الاي سي على الاف فيلد. فهروح تاني لدي يبقى الاكس رينفورسمنت نفس البنود بالظبط في الثلاث اكواد مع اختلاف بس الارنجمنت، يعني كان بيحط دي فين وبيحط دي فين. خلاص هنا كان مجمعهم في اخر كودين لكن هنا كان مفرقهم في كل بند، ولكن هم نفسهم بالظبط مع اختلاف في كود 2011 كانت في الهوبت بارز لكن مش موجوده في الاصدار 2014 و2019 في الهوبت بارز. بكده نكون خلصنا ان شاء الله ال ال دي اللي هي تعتبر اهم حاجه في الكورس، لان ال دي بيتوقف عليها اللي جاي كله. اي حاجه بعد كده هتلاقينا بنقول عمالين نقول ال دي نسبه كذا من ال دي، خد ال دي واضربه في كذا. وفهم المهندس لل دي بيفرق معاه كتير جدا جدا كمهندس تنفيذ او مهندس تصميم. طبعا لما انا شرحت دلوقتي ال دي هات، وانا بشرح ال دي هات هتلاقوني اديت مثال في الحاجات اللي هي شائعه الاستخدام. خلاص؟ والحاجات حتى اللي مش مستخدمه انا متهيألي المعادلات ما فيهاش صعوبه ان شاء الله، ممكن تجربوها ايه بنفسكم يعني. وان شاء الله يا رب تكون المحاضره سهله ان شاء الله وتكون اتفهمت. انا عارف ان فيها معلومات كتير وحاول يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اطولش في الوقت وان انا اشرح بسرعه، بس يا رب يكون الامور مفهومه ان شاء الله. ونشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.